أما على مستوى السلع فقد سيطر اللون الأخضر على أسعار الطاقة والمعادن النفيسة وسط انخفاض العملات الرقمية. ارتفعت أسعار النفط بنسبة 1.55 ليسجل سعر العقود الفورية لخام برنت إلى 92 دولارا للبرميل الواحد. عززت أسعار النفط من مكاسبها خلال تداولات اليوم الأربعاء في أعقاب تصاعد وتفاقم التوترات في الشرق الأوسط بعد القصف الأخير في غزة. أما على مستوى المعادن النفيسة فقد ارتفعت أسعار الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم ليصعد سعر المعدن الأصفر بنسبة بلغت 1.37 عند 1962 دولارا للأوقية. وعززت أسعار الذهب مكاسبها خلال تداولات الأربعاء مع الإقبال على الملاذات الآمنة في ظل تأثير تفاقم توترات الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط على معنويات المستثمرين. وأيضا تترقب الأسواق كلمة رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول غدا. وعلى صعيد العملات الرقمية فقد سجلت خسائر جماعية اليوم وهبطت عملة البيتكوين بنسبة طفيفة بلغت 0.14%، لكنها لا تزال فوق مستوى 28 ألف دولار. وتراجع أداء العملات المشفرة خلال تداولات الأربعاء وسط مخاوف الأسواق تجاه تأثير مؤشرة قوة الاقتصاد الأمريكي على دعم إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على ارتفاع أسعار الفائدة.